السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. تحية للحضور الكريم وتحية لك ملك الشبالي، شكرا على هذا التقديم الجميل. والله استمتعنا بهذه الحروف من شعراء يعني لا يسعنا إلا أن ننحني أمامهم تقديرا لما قدموه من إبداع. سأساهم بكلمات أتمنى أن تنال رضاكم. أسئلة زئبقية أتيت من كهوف السؤال يحملني إليه سقفيا، إذ لا يحميني من لفح صفيحه إلا عطر الغناء الصامت تحت أشجار الذاكرة، تتطلقها الأطياف أجراس تهمس لي بالحياة، وأغرق في ضجيج أسئلة متناسلة من البدايات. ما معنى أني أتيت؟ أتقهقر بي حيث همس يشير إلي، كانوا ستة وأنت سابعهم، وقالوا كانوا سبعة وأنت ثامنهم، وأقول كنت أنا لا سوايا في كهف أبحث عني، فأراني بلا ظل أتسكع بين حبال تتدلى من أقفيتي همزات تشاكس ظمأ الدلاء، ويبتلع لساني صوته يبحث عنهم فلا يجدهم أين غابوا، وأطفئني في مرمدة الغياب بينه وحضور قاب قوس من غيبوبة المكان، أتهجى آثار الوقت فيغتالني بسيف اغتراب، كلما نما غصن من تلك الشجرة تلتهمه سكك المسافات إلى اللاوجود، وأرتمي في عيون الآت ويضمني ليل لا بدر له، أتلصص أخباره هل من شمس من بلج نهارها للآن؟ لا تغويني هذه الأرض بالبقاء ولا بساتينها الغناء، كل شيء فيها رمادي أتسكع في أسواقها باحثة عن قدرة اقتنيتها لحقولي الضائعة بين نار وثلج تتضور ظلمة ولا من ضياء. شكرا لكم.